احكي لي وبعدين نروح لدكتور رانيا بقى. تمام. رحلة الألف كيلو هي زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا عاملينها لكل سيدة مصرية، بنتكلم في تدريب توعية وتمكين. التدريب عندنا 3 فئات بنتكلم على التدريب بتاعهم: الأطباء، هيئة التمريض، وحاجة ضفناها جديد ومهمة جدا الحقيقة وشفناها ولمسناها لما نزلنا في حملات الصعيد، الرائدات الاجتماعيات أو تبع وزارة الصحة الرائدات الريفيات. التدريب بتاعنا بالنسبة للأطباء، احنا عندنا الصحة الإنجابية من ضمن الحاجات اللي مهتمة بيها جدا وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج 2 كفاية اللي موجود عندها واللي تبنته من بدايته. من وسائل منع الحمل وأهمية وسائل منع الحمل وإمتى أركب الوسائل المختلفة بحيث أن تبقى مناسبة للسيدات وما يحصلش منها مشاكل. بالنسبة للرائدات الريفيات بنتكلم معهم على أهمية الصحة الإنجابية وإزاي يوصلوا المعلومة للسيدات بطريقة سهلة وبسيطة بحيث أن احنا نقدر نواجه المشكلة السكانية اللي موجودة عندنا أو الزيادة السكانية اللي بتحصل على طول باستمرار، ويمكن ده من أهم أهداف الدولة أو تماشي مع رؤية الدولة المصرية. الحاجة الثانية اللي بنتكلم فيها زي ما الدكتورة هالة تفضلت وقالت سرطان عنق الرحم، ويمكن الحمد لله كان لينا الأسبقية في قصة ان احنا نتكلم عن قضية سرطان عنق الرحم وأهمية الوقاية، لانه إضافة على كلام الدكتورة هالة هو السرطان الوحيد اللي انا اقدر ادي شهادة ضمان مش هيجي لك سرطان عنق الرحم. يعني عندي سرطان ايا كان بقى نسبته كبيرة في مصر قليلة في مصر، اقدر احمي كل سيدات مصر ان محدش يجي لها سرطان عنق الرحم عن طريق 3 خطوات سهلة وبسيطة جدا: الكشف المبكر للسيدات المتزوجات او فحص بتعمل كل 3 سنين او 5 سنين على حسب السن، التطعيم للفتيات من سن 9 ل 15 سنه، الحاجه الثانيه العلاج في مرحله الخلايا الغير طبيعيه، وده بيؤدي لحمايه بنسبه 100%. ويمكن زي ما الدكتوره هاله تفضلت وقالت ان الدبليو اتش او عامله استراتيجيه اللي هي 90 70 90، لكن في حاجه ثانيه اقوى، ان كل دول العالم بتتنافس ان على سن سنه 2030 تعلن ان انا بلادي بلا سرطان عنق الرحم. وفعلا نزلنا مصر ابتدينا ان احنا نتكلم في القصه دي، وزي ما الدكتوره هاله تفضلت حصل دعم من وزاره الصحه المصريه، دعم من وزاره التضامن الاجتماعي، وكان اقوى دعم بالنسبه لنا ان مبادره رئيس الجمهوريه للكشف المبكر على الاورام تتبنى قصه سرطان عنق الرحم، وموجوده في 10 محافظات دلوقتي، واحنا بنتماشى يعني بنحاول ان احنا نزود الوعي اكتر ونوصل المعلومه دي للسيدات. ده بالنسبه للتدريب. التوعيه برضو بنتكلم بنقعد مع السيدات لان بنفهمهم الصحة الإنجابية فيها إيه، سرطان عنق الرحم فيه إيه، بحيث إن احنا نحسهم على الكشف أكتر. والأخيرة التمكين الاقتصادي اللي حضرتك اتكلمت عليه، وده بيحصل عن طريق إن احنا ديارنا من تبع وزارة التضامن الاجتماعي بنعمل لهم السيدات المنتجات اللي موجودين في الوزارة بنعمل لهم بازار مجاني تماما، بنحاول إن احنا نساعدهم إن هم ينشروا المنتجات بتاعتهم في كل المحافظات أيا كانت إيه هي. الحاجة التانية بنحاول نديهم ورش عمل اسمها ورش إدارة الأعمال، بحيث ان السيدات المنتجات دي ممكن تعرف تعمل دراسه جدوى للمشروع بتاعها ازاي تقدر تكبره، ازاي تقدر تعمل له ماركتنج على السوشيال ميديا او وات ايفر المجال اللي هنستخدمه لنشر الشغل بتاعها. الحاجه الثانيه اللي ضفناها ان السيدات اللي ما عندهاش حرفه في حاجات بسيطه جدا وسهله جدا تقدر تعملها بمنتهى السهوله زي المشغولات الجلديه، التطريز، صنع الشمع، وده برضو ورش عمل هنديها لها. الهدف بتاعنا ان احنا بادئين من اسكندريه لحد مرورا بالقاهره لحد ما نوصل لحد اسوان. دول المرحله الاولى اللي احنا اتفقنا مع معالي وزاره التضامن الاجتماعي ان احنا هننفذها، لان مده المشروع 3 سنين، فدي المرحله الاولى اللي احنا بنتكلم فيها من شهر 9 لحد شهر 1 ان شاء الله. ويمكن الحاجه كمان اللي ساعدتنا اكتر ان بتوجيهات يعني وزاره التضامن ان احنا نتواصل مع وزاره الصحه. قابلنا فعلا الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه وادانا دعم كبير جدا، وان شاء الله هتبقى المبادره مش وزاره التضامن بس، وزاره التضامن ووزاره الصحه هيئه الرعايه الصحيه، فبنحاول نجمع كل الكيانات بحيث ان احنا نقدر نقدم حاجه بجد.